حذر العديد من خبراء الأمن السيبراني في الآونة الأخيرة من ازدياد حملات التصيد فيشينج أتاك، والتي تستهدف المستخدمين من خلال استغلال حالة الهلع والاهتمام بالوباء العالمي الخاص بالكورونا المستجد. وتتم هذه العملية من خلال إرسال رسائل إلكترونية تزعم أنها من مصادر رسمية وتحوي معلومات مهمة فيما يخص هذا الوباء. هذه الرسائل الإلكترونية المشبوهة تحتوي على رابط أو ملف مزودة ببرامج خبيثة، وبمجرد الضغط على الرابط أو فتح الملف المرفق فإن هذه البرامج الخبيثة سوف تقوم بالاستيلاء على المعلومات الشخصية للمستخدم وإرسالها للمحتالين لاستغلالها في أنشطة غير قانونية. لذا يجب الحرص على عدم فتح الروابط أو المرفقات إلا من المصادر الموثوقة، وفي حال عدم التيقن من مصدر البريد الإلكتروني يرجى التواصل مع فريق عمل تقنية المعلومات لتوفير الدعم اللازم. مع تحيات فريق عمل تقنية المعلومات.